نستهل قراءتنا في صحف آسيا وأوقيانوسيا الصادرة اليوم من صحيفة جلوبال تايمز الصينية التي كتبت أنه قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يولي الشعب الصيني اهتماما لمواضيع الشؤون الداخلية بدلا من الانتخابات الأمريكية. وأضافت اليومية أن محللين صينيين يرون أن الشعب الصيني والحكومة يعتقدان أنه بغض النظر عما سيصبح الرئيس الأمريكي المقبل فإن الصين ستركز على تنميتها الخاصة ولن تضع توقعات ضخمة على دونالد ترامب أو جو بايدن لإصلاح العلاقات الثنائية. وحسب اليومية فإن الخبراء الصينيين يعتقدون أن تنمية الصين ومستقبلها لا يعتمدان على الرئيس الأمريكي القادم وإنما على الجهود التي يبذلها الشعب الصيني والحكومة. وفي الهند كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن الشهر نوفمبر يعد من أكثر الشهور ازدحاما لعام 2020 بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية الهندية من حيث القمم الافتراضية للمجموعات وخاصة تلك المتعلقة بالآسيان وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. وأبرزت اليومية أنه من المتوقع أن ينضم رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القمم الافتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاشر من نوفمبر الجاري ولمجموعة البريكس التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي ستنضم في 17 نوفمبر إضافة إلى قمة مجموعة العشرين في 21 و22 من نوفمبر. ولفتت الصحيفة إلى أن القمة الافتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون والتي ستستضيفها روسيا ستكون المرة الأولى التي ينضم فيها رئيس الوزراء مودي وشي جين بينغ إلى اجتماع عبر الإنترنت منذ اندلاع النزاع الحدودي في لداخ في مايو الماضي.